السلام عليكم. دائما أقول وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أول حاجة غادي نقولها واللي هي اللي خلات جلستكم على هذا الحال هو مساندة الرأي العام، تضامن ديال الرأي العام، التحام ديال الرأي العام، والوقوف رأي العام مع قضية تهامي بناني. خلات الجلسه تكون فيها واحد النوع من الشراسه فيما يخص المطالبه ببطلان تحقيقات الفرقه الوطنيه والسيد قاضي التحقيق. هذا ان دل على شيء فانما يدل على ماذا؟ على ان وصلنا البيت القصيد. ما يمكنش الدفاع كامل بالشراسة كيقول على أن خاص ضروري أو ضرورة بطلان هاد التحقيقات اللي دارت. إذن أسيادي شنو بغيتونا نديرو مني غنبطلو حنا هاد التحقيقات هادي؟ نرجعو التحقيقات ديال 2007 اللي فيها الزور واللي فيها الكذوب واللي فيها اعترافات أنهم كذبوا، أو لا حيت هاد القضية ديال التهامي راها كتحتاج العلم بالقانون أكثر ما هو قانون. الحقيقة ديال التهامي ما غاتبانش إلا بالعلم. خبرة مثلا كنعني بها الخبرة، وكنعني بها التحقيقات العلمية كاملة فيما يخص الهواتف، فيما يخص التموقعات، فيما يخص الجثة، التشريح إلى آخره. إذا حنا غادي نبطلوا في قضاء التحقيق وغادي نشوفوا أشنو غنديروا حاجة أخرى اللي ما غاديش تفيدنا، لأن زمان كنا نصفق للباطل. هذه مدة وحنايا كنهضروا على 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 الزور الباطل. نو كنا كنتكلموا على التكييف. التكييف نعم، التكييف اللي كان ملعوب بيا ومخدوم انا كوني اجهل القانون. ماشي مشكل، انما من حقي ومن حقنا نقولوا هذاك التكييف. انا بعد علاش درت التكييف نهار الاول اصلا وفصلا؟ درتو لان وجه ولدي ما شفتوش قبل ما نعرفه لا محروق ولا مشتت ولا مضروب ولا نيف مهجرت ولا السنه طايحه نو. الولد ما وراونيش وجهه، انا ضروري ومؤكد لحقي انني غادي نقول واش ولدي او ماشي ولدي. فين غادي نلجأ دابا ملي ما يعطيونيش الوجه؟ غادي نلجأ للخبره، وهذه الخبره هذه ما بغاوش يعطيوها لنا، ما بغاوش يعطيوها لنا نهائيا. غادي يوقفوا لنا حجره عطره ضد السير امام الحقيقه ديال تهامي بناني. حنا ما بغينا نظلموا حتى واحد، هما الله يكون لهم في العوان وحنا الله يكون لنا في العوان. انما الخبره على الهواتف والخبره على 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 الخبره العلميه ضروري تكون باش غادي نوصلوا لهاد المساله هذه ديال التهامي بناني، باش ما نبقاوش نقولوا حنا غنطلبوا البطلان في قضيه التحقيق. يعطيونا البديل اشنو غنديروا الا بطلنا هادشي ديال قضيه التحقيق؟ ما عندنا ما نديروا. والسيد استاد الدفاع ولا السيد واحد منهم تيقول لك انا ماشي مريم العذراء. لا سيدي انا ماشي مريم العذراء، حقيقه عندك الحق، انما انا امراه صادقه. انا مرة من نهار اللي خرجت من 2007 وانا اندد كنقول ولدي نهار اللي سجلته منقط كان مختفي. والسلطات اللي تكلفت بالدوسي ديال التهامي لا اعمم عتمت داك الشيء وتكتبت على الحقيقه ودارت لنا قضيه ديال الوليدات. قالوا حطوا وحده الدار، قالوا حنا شنو؟ حنا غنبقاو حنا دائما في داك الشيء، ما غاديش نتقدموا. حنا امام مؤسسات عباد الله، امام مؤسسات خصنا ضروري من الخبره. راه لا ما دارتش خبره، اذا كاين هنا هدر في الحق ديال تهامي بناني. هدر
الحياه. نعم. اليوم الجلسه دازت عطاوك حقك باش تكلمي انت دافع على لا سيدي انا امتثل للقانون، انا مشيت معهم بالقانون، داك ما خطات اعترف بهذا ما كنتش عارفه عادي اون فوا سي ني با ديزاستر، ولكن دابا ملي عرفت خليت لهم الكلمه قالوا داكشي اللي غادي يقولوا الدفوع الشكليه ديالهم وحنا غادي نتسناو عاوتاني النوبه ديالنا حتى حنا غادي ندلو بالدلو ديالنا. لالا حياتي نعم. كتعرفي المعتقلين شخصيا؟ اه المعتقلين كتعرفهم شخصيا؟ المعتقلين كنعرفهم شخصيا نعم، اصدقاء ديال ولدي اه لمده سنتين هكذا تل تل سانكيام سيت مده سنتين والصرف. لالا حياتي كتعرفي شي اشخاص اخرين ولا غير هادو اللي معتقلين؟ اه كاين الكواليس من كبارهم وصغارهم وحنا امام القانون سواسيه، حتى واحد ما غادي يكون على من الاخر. واش لالا حياتي شي نهار الى الدراج بزاف غتجبد هاد الناس؟ معلوم معلوم انا كنتسنى انني تجيني المناسبه باش غادي نجبد هاد الناس وغنجبدهم بالقانون بالخبره. لالا حياتي ردك على الدفاع اللي كيقول بان المعتقلين ماشي هما اللي قتلوه. ايوا بنتي انا ما عندي ما نقول انهم ماشي قتلوه، انا الميدان العلمي هو اللي غيثبت لينا قتلوه ولا ماشي قتلوه. شنو كطلب لالا حياتي؟ كنطالب بتحقيق العداله، كنطالب بالحق، كنطالب بهذا البطلان اللي طالبوا به هما، اشنو بغاو في البديل؟ شنو هو النقيض ديالو؟ شنو هو النقيض ديالو؟ ما عندنا حتى حاجه من هنا ومن هنا بديت كنشم الريحه ديال الغدر، ولكن انا انا متشبته بسيدي ربي. كاين الله كاين الله واي واحد وجلود الخفاء او الراي العام خل شي حياه خل شي حياه، لان الراي العام هو اللي فور خلى الجلسه كتفور رأي العام تلاحم رأي العام خل شي حياة. بالنسبة للناس اللي باغيين يفبركوا هذا الملف اش تقولي لهم إلا شافوا هذا الفيديو هذا؟ الناس اللي باغا تخدم اللي ما باغاش الحق ديال هذه القضية تبان. إوا كنقول لهم يرجعوا لسيدي ربي، يرجعوا الله، ربي فوق منهم. كاين الله عندهم وليدات تاهما ما يقدروا يقدروا القضاء كنقول له أنه يخدم خدمته. فهمتيني بحال ديما وخليني الله يسمح لهم من داك الناس اللي داو يديهم بالشر في الملف ديالهم. اه الله يسمح لهم. ماشي الله يسمح لهم، لا ماشي الله يسمح لهم، هذوك الناس اللي داو البصمه ديال الشر في الملف ديال التهامي هذوك يرجعوا من الطريق ويقولوا كفى من هذا التلاعب وارانا ناخذوا سميتو وما عطيش ربي شنو يدير راه غير سير بالنيه وما تخافش. بغيت توجيه خالتي للمحافظ انك تتابع المحافظ ديال لا انا ما غنتابع حتى واحد دابا، انا اللي كيهمني الدوله اللي مكلفه بالتهامي بالنالي، الدوله والعلم والخبره العلميه والتقنيه هي اللي غتبين لي التهامي، اما الادبيات وداكشي ديال ما عندنا ما نديرو به. التحول ديال اليوم اللي في الجلسه شفنا واحد من بعض المشادات وصلت مع الاستاذه الاستاذ ديال الطرف المدني، شنو كيفاش حسيت انت في هذيك الوقيته بهذيك المساله ديال هذه النقطه القانونيه اللي كانت في الجلسه؟ حسيت كاين نوع من التوتر اللي ما بين السيده الدفاع ديالي والسيد الدفاع ديال الاخر، توتر في مسائلهم القانونيه لان انا ما غنفهم فيها والو. انا كنطلب غير تحقيق العداله، انا ما فاهمه والو، انا ما فاهماش، انا غادي نكلف، انا مكلفه ناس وعندي اللي هما باينين في العلن ومكلفه ناس جنود القفاء وغادي يبانوا ناس اخرين خبراء خارج البلاد. نعم. ياك خارج وداخل البلاد حتى داخل البلاد باذن الله. والله يغلبك عليهم يا ربي امين. الاسرار اللي كتبوا واحد النهار عندي مجموعه من الاسرار غنكشفها في هذا الملف ان شاء الله. واش ما جاش الاول لان اليوم الملف غادي تبدل المرحله ولا لا؟ لا راهم ماشيين بيا باش غادي قريب الحضر ديالي راه ما غاديش نتسرع. نعم انتوما هما القوه ديالي، انتوما هما كتافي، انتوما اللي خليتوا الجلسه اليوم كتفور. شنو تقدر توجه لي واش تقدر تقول لهم اخواتي؟ الله يرحم لهم الوالدين مشكورين، كيخليو القصه ماشيه على المدى البعيد. يومين الله يرحمكم والدي الله يجازيكم بخير. لولا السلطه الرابعه يا عباد الله، لو كان ما كانتش السلطه الرابعه والله ما نوصلوا لهذا الشيء ولا وصلنا له. السلطه انا ما كنستهنش بها. اول حاجه هي السلطه الرابعه، موراها الراي العام. اللي غادي يجي. نعم. الخبير مساندك اللي هو السي مسرار اللي تنشوفوا انه تيساندك في موقع التواصل الاجتماعي. نعم الاستاذ مسرار هذا الاستاذ مسرار قيل فيه ما قيل هذاك لا يهم، هو قد براسو، انما استاذ مسرار واقف معايا
بمسائله العلميه واللي هي غنبقاو شادين فيها حتى نوصلوا حتى نوصلوا للهدف ديالنا. يعني لا بديل على الجثه ديال التهامي. ضروري حنا غادي ندخلوا في التشكيك، غنبقاو نشكوا نقولوا ميت لا ماشي ميت، صافي سالينا نهار اللي ما عطيتيناوش الوجه قلنا ما كاينش، دابا شفنا الحق ما بقى لنا ما نقولوا. دليو بالدرب ديالكم العلمي وحنا ندليو بالدرب ديالنا العلمي صافي.